بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام واصطفى محمدا على كل الأنبياء وعلى آله وصحبه الكرام. نعلن بدء عملية المغيرات صبحا لتطهير آخر معاقل الطاغية في ريف حلب الغربي والمتواجدة في مدينة كفرناها وخان العسل، معاهدين الله وشعبنا العظيم الذي دفع الغالي والنفيس لإعلاء كلمة لا إله إلا الله واجتثاث فلول هذا الطاغية المجرم مهما كلفنا ذلك من تضحيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاشت سوريا حرة أبية. الله أكبر. الله أكبر.